مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامج السلطه الرابعه. استضيف لكم الليله في هذه الحلقه الدكتور عبد الرحمن الحرمي رئيس كراد، استاذ محمد سالم الهيبه مدير ناشر لجريده لفريديك ومواقع اتلانتيك ميجا وصنيبه من جريده القلم. في البدايه نختار الزملاء نناقشوا المواضيع اللي تكلمت عنهم وتناولتهم الصحف هذا الاسبوع، وهم اساسا الحوار ومشاركة بعض أحزاب لسقيط المعارضة وعدد اللوائح اللي انطرحها على الساحة الوطنية. إذن راح نكمل في الموضوع تبدأ به الدكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على النبي الكريم. شكرا على الاستضافة. كما ذكرتم خلال هذا الأسبوع تناولت الصحافة الوطنية العديد من المواضيع، ومن أهم المواضيع التي تناولتها الصحف الوطنية وقضية الحوار والأجواء التي جرى فيها الحوار. المنسقية تقول بأنه حوار، والأغلبية تقول بأنها مشاورات، وقد انتهت إلى ما انتهت إليه. معنى هذا أن هناك الفريقين كل واحد منهما يتكلم بلغة مغاير للغة الأخرى، لأن الأغلبية تقول بأنه مشاورة والمنسقية تقول بأنه حوار. إذن كان هناك خلاف في اللغة، هذا في بداية الحوار قبل أن يصل الحوار إلى ما وصل إليه، وسنناقش ذلك لاحقا ربما. نعم. مساء. أنا مدير دوري شاكر التلفزة استضافه وهذا الانفتاح الجديد التحقيقات اللي عدلت اللي هم المواطن الضعيف الموريتاني. قضية الحوار والله المشاورات كيف قال الرئيس اللي خلق مشاورة، البعض يقول انها لا مشاورة، وكانت فيها طرفين، طرف الأغلبية وطرف المعارضة. طرف المعارضة زي يقودوا الزعيم معروف اللي أصلا عنده مبادئ مبني عليها للحزب اللي قالوا ليه هي الحوار والمولود، غير حسب المراقبين يقولون جمو مقيد، لأنه جاءوا مع أعضاء جميع أعضاء الوفد، جاءوا للمقاطعة ما جاءوا المشاورات ولا الحوار. أصبح هو ماشي عن معارضة حزب من كبار احزابها، فات اعلن في اجتماع والله حسب اللي قال انه قايس الانتخابات والتواصل، كيف اللي يتراس اغلبيتها مع الانتخابات به اليسرى ليه في مبنيه لا على الحوار والمشاركه ما هو المقاطعه اللي بعودتنا عليه. الطرف الاخر فعلا قدم فكره اللي هو الطرف اللي يتراس محمد يحيى الحرمه نائب رئيس اتحاد الجمهوريه، قدم اقتراح هو انهم يقترحوا للجنه المستقله للانتخابات اسبوعين. كان الطرف المعارض الطرف المعارض اللي ترأس والمولود يناقشوا معه، قولت المعارضه انها مقاطعه قبيل قاع ما تخش معها من عند الراس في الحوار، كانت شبه هذا حسب المراقبين، كانت قاع ما تخش معاهم مشاورات ولا حوار، اذا عادت لهي ترفض به اللي كانوا ذي تمديد. هذا تمديد اسبوعين منين يناقش والله يخلق فيه نقاش يقدر دار يجر السنه قاع تستاخر بها الانتخابات. شكرا من اليدالي. انا اعرض اللي قال الرئيس لان الخطه اللي كانوا يتحاوروا والله كانوا يتشاوروا. انا فعلا خلقت همات فيها ازمه مفاهيم اللي هي لك رئيس البعض يقول حوار البعض يقول مشاورات. خلق بالنسبه لي انا ظاهر لي المهم اذا كامل ما هو المفاهيم كيف ينقال في تراثنا، لان القصد من الكره الجري. يا ريت يعني هذا ظاهر لي لانه مجموعه من المحاولات ومن المجهودات اياك اكبر كم من الطيف السياسي الموريتاني يشارك في هذه الانتخابات، اللي كلما كبرت المشاركه كلما اعطى هذاك مصداقيه اكثر. دونك واحد لان نوايا حسنه
من جوانب كامله ياك لان اكبر كم قد ينحشد من الطيف السياسي ياك يشارك في هاي الانتخابات اللي اعتبروها حاسمه واللي مولي بالحق خلينا نقول بالمناسبه تربات وقتها اللي هو اللي كان مفترض واللي ديمقراطي واللي دستوري واللي يختاري واللي يقرب موريتانيا انه كل ما وتقع قضيه المواعيد الانتخابيه وتقع محسومه دستوريا كيف اللي هو الدعم كامله لان فما فيها كل منبع يسوى رئاسيه ويسوى برلمانيه ويسوى بلديه عندها وقت محدد دائما يلحق وتوف تلقائيا يخلق الحسم وتخلق الانتخابات اذا هذا من جانب كنت نقول جانب الاخر لان استفشارنا خير عنده منين قاموا الخلطه اللي كانوا يزعموا هذه المفاوضات والله هذا ياك نرضي الجميع والله هذا الحوار اني عدلوا شنو التصريحات اللي انا بعد شخصيا اعرف انها لا تصريحات اكثر هي دبلوماسيه اكثر هي تبريد الاجواء من انها فمات خلفيات وفهم الحقائق عبد الحميد عالم ياك يعرف ان هذا ما قد توجي وشي لابو تي سي وبريم يكون وقبنا افكتيف ما لاحظنا لان خلق عقب حد قال انه خلق حوار طرشان بحكم الماكل اللي كي قال رئيس دبي الناس كانت بعضها في وادي والاخر في وادي وقفنا خلع عنا توصلنا لها توصلنا له لان عقب لو علق بملي عندنا قوم المعارضه قالوا لا بد المسار الانتخابي كامل يعلق والمهمات اياها تسيير احادي للقضيه ان هذا هو الشرط الاول بعد كذا اياك تواصل المشاورات والله الحوار ما اقول اخرين المولين ياك ما قبلوه وبالتالي رجعنا حكمان للدوامه الاولى وتواتي اللي مثلنا فيها ورك هاي بعض الوقت نختار نقول ورك بعد بالنسبه لهذه الجاليه ورك. سيدي الرئيس كان هذا الحوار مع التعليق ما بده يقول انه تعليق هو لان القضيه حسمت القضيه انحسمت لان اعلان تواصل انه مشارك في الانتخابات هذا معناه انه جزء من اللي كانت المنسقيه معلقه عليه امال جزء منه مشى اضافه لهذا ان اتحاد قوى التقدم ايضا نقدر نقول انه وقع في انشقاق والله نقدر نقول انه العاب بهلوانيه ايضا هذا قد لا يدخل في اطار اللعبه السياسيه لان ان يترأس رئيس حزب الوفد المعارضه منسقية المعارضه فهذا اللي البعض سماه حوار وبعض سماه مشاورات وبعد ذلك يعلن انهم غير مشاركين في هذه الانتخابات التزاما بالقرار الذي اتخذته المنسقيه وبعد ذلك على حين غره تقدم لوائح في العديد من البلديات ان الحزب مشارك. اذا هذا يطرح نقطه استفهام. هذا يعيدنا ايضا الى حتى ان ما دامت المفاهيم في البدايه غير واحده فما الداعي لهذا المشاورة أو لهذا الحوار. نحن لا نتكلم لغة واحدة والأهداف ليست واحدة، هناك جهات راغبة في المشاركة وهناك جهات متصلبة وتقول أنها غير مشاركة تماما في هذا المسلسل ما دام لم يلتزم بمجموعة من المعايير التي منها ما يتعلق باللجنة المستقلة للانتخابات، أضيفت إليها مطالب أخرى هي مطالب دستورية فيما يتعلق بالمحكمة بالمجلس الدستوري ومنها ما يتعلق بالإحصاء اللجنة هذه المكلفة بالإحصاء، يعني دخلتها مجموعة من المطالب التي هي بعيدة لو أن دخلت الأطراف في هذا المسلسل لربما هذا يأخذ منا سنة أخرى أو ربما أكثر، لأن تغيير معناه أن هذه الهيكلة الموجودة اليوم ستتغير رأسا على عقب. إذا لم يكن المتابع للشأن السياسي لا يمكن أن يصدق بأن كان هناك فعلا أن ينتظر أن هذا اللقاء أو هذا الحوار أن يسفر عن نتيجة ترضي الطرفين.
فيه نقطة أشار إليها الأخ صنيبة وهي قضية المواعيد الانتخابية. المواعيد الانتخابية هذه محددة قانونيا، القانون يحددها، هناك كانت إمكانيات أن تمدد، وهذا أيضا كان من ضمن المسائل أيضا التي كانت من المطالب تغيير في اللجنة المستقلة للانتخابات. هذا تغيير هذا الهيكلة، أيضا هذا معناه أن لا يمكن أن تجري الانتخابات في المواعيد والآجال التي كانت محددة، سواء أن طلبتها المنسقية أو لم تطلبها، لأن حتى الإكراهات اللوجستية لا تسمح بإجرائها في الأوقات التي كانت محددة. مثلا دايما شنو عرفكم في هذا الموضوع؟ شكون تختاروا انتوما من هذه المشاورات؟ انا المشاورات والله ماني وحدي، الراي الان كيف قال الرئيس مشاورات مقاس، ما كنا والله المشاورات ما نقاس، انا منتظرين منها لا تنتج عنش من عند الاتحاد، اللي لو كان لا تنتج عنش بهاش بهن المعارضه، وفد المعارضه كان يابا عندي يدخل يقول نطالب تأجيل الانتخابات حد انه يدخل المفاوضات، هذه ما طلب ولا جاب اي فكره ان الناس اللي تحاني الحوار لا ينتج عنهاش. منين قدمت له؟ الاغلبيه قدمت لهم فكره انهم يتفقوا يطلبوا اللجنه المستقله اسبوعين، قالوا معناها انه ما انتظر من هذه المفاوضات بهاش بها الثانية كيف قال الرئيس يليف بي رئيس سيحاول وهي تطرح اللوائح مكتب السياسي مجمع اللي يصل مبادئها تركز على مكتب السياسي مجمع ويطرح اللوائح التواصل اللي هي اكبر الخالق فات شاركت قال عندك مشاركت شبقة قالت ترى في الأحزاب الأخرى نعرفوا عندها وزن ذو قوة. الحوار لو كان مودي هو الهدف، هو هدف أصلا قاع من عند الراس مؤسسة معارضة بتناتب مطلبه كان الوحيد كان الحوار، ومنين قبلوا له إنه أنا راجع ذا الحوار، إنه ما كان حد قاع راجع من وشي لأن الحوار كان تدعو المعارضة تم تدعو منين قبلوا النظام، قبلوا النظام قاموا حزبين رفضت احزاب المعارضه، رفضوا احزاب المعارضه ودخل في دخلت فيه المعارضه اللي هم الاحزاب اللي كانوا عندهم دور كبير في منسقيه المعارضه اللي هي ابي بي وكانت المعارضه دورها اساسي دور الحوار تو دخلت النتائج هم اللي حصلوا عليهم لو كانوا مشاو كان دين ما عندها يشغلون. اذا الضحيه بدا كامل الموحول فيه الواحد في السياسيين سواء من المعارضه او من الولايه هو المواطن البسيط اللي عاد ضحيه نواكشوط، جماعه في نواكشوط هي ما هي متعديه نواكشوط. ما لما يطلبوا حوار ولا يطلبوا اجتماع شورب مثلث البقر والله شورب بليد الموريتاني، احنا هم اصبح الشعب الموريتاني يدفع فاتوره سياسيين وانا بعد والناس في المشوار ما كان متوقع شيء من المشاورات لان كيف قلت قبل والمولود ما جاها مفوض جاء معه مبدا مقاطعه لانه هاي قلت حصلش حد معه مبدا هو شخص واحد عنده لا صوت. يعني شكرا بالنسبه لهذه النقطه بالذات كانوا فشل والله كان تعليق وهذا المهم انه كامل لانه قد ما افضى عليه شيء ما مكن حقه من الوصول توصل الهدف اللي هو مهم اللي هو ان الطيف السياسي في جميع مثلا اشكاله او اللي يشارك. اختلف نرجع شويه الى قاع لماذا قاع هذا الحوار مره ثانيه والله لماذا هي المشاورات. الظاهر لان هذا الحوار اللي خلق نهار التالي لانه عنده مسوقاته وعنده اسبابه بدون ما نرجع لها لكن بعد عنده مسوقاته موضوعيه اللي تبروا والله لان لا ادل ما لا يقع من حتى لكن الارتباك في تسميته لكن الارتباك في تسميته والله ولكن اللي بمعناه معناه انه نعرفه لان همات فيها مجموعه اخرى مهمه من المعارضه هي زاد الدم اللي هي زاد قاع
ما تختار يخليك حوار اخر باعتبار الحوار انه كافي من الاكل يخليك على نوفمبر 2011. الارتباك قاعد في التسميه الاقليبيه مشات شوار هاي المشاورات واللي هي غير بارتباك في التسميه مع الاخرين المولي ماشي. هاي قلت لك مسوقات هاي الحوار من موجباته. السبب الاخر مثلا اللي قلنا نطول نطرق له هو انه الحلقات قلت لك قبيل نيه حسنه من الاطراف كامله بتاتر ياك لان الناس تشارك وهذا هو لانه ما يخسر شيء. هذا قاعد لمحمود نسبة صار اخبار كان وثيقيه فعلا تواصل كنا قاعد نعرف ان الشيء اللي يشارك دي اف بي مودي حسب قرار لجنتها التنفيذيه والله لجنتها الدائمه ما فات معي هو اللي كنت نقول لك جستما هاي وقت قالها نقول لك يعرف دي ما هو مشارك لي اف بي موقف اللي يحسم الله الصبح اجتماع داعيه له الصبح داعيه له المكتب التنفيذي الصبح اللي هي راجع القرار الا اما اللي هي يقروا والله اما اللي هي يرفضوا انا ما قلت كي قلت له نحسم وكي قال الرئيس المجدد قائم بين المشاركين والمقاطعين وهنا اختار لك كارت تصريحين واحد الامين العام لي اف بي طبعا بدر الدين نائب مختار بدر الدين اللي قال لانهاء قرار اللي قبلت اللجنه التنفيذيه والله اللجنه الدائمه لانه قرار سيادي ديسيسيون سوفرين وفي المقابل المولي الوزير السابق الخليل تعرف انه قال انها لانه خاطئ سياسيا وخاطئ قانونيا. اذا دوكا شفنا بلورو في الاي اف بي وجاب عاد الحسم اللي يعود الى الصبح في ذاك الاجتماع اللي عاد المكتب التنفيذي اذا معناه انه داير استفهام على اخبار الاي اف بي. بالنسبة لصادر رفدي يعني نعود موضوعيين وهذا لان احنا قاعد كاملين هذا وامور ثانيه فرت تتمنى لان جميع الاحزاب لانها تشارك في هذا مهم ولي رفدي حب لا لو شارك مولي اللي حد له يدير راسه لمده خمس ايمان ما عنده نائب ولا عنده مستشار ولا عنده بلديه هذا لانه تين الحزب الكيان وعلى مساره كامل غير بعد راه الاف دي هو زاد موليني لا له ما له فهذه قبل كود حزب وكبار تمثيل في البرلمان والدي بي تي وياسر من الناس وعنده مساريه معينه وزعيم هو اللي راس قال مؤسس معناها هنا فريمها ياسر من الناس احنا ما نختارهم كاي الهامش وبالتالي هي غير مولي فما تيجي قال لك شنو من الارهاص شي من الروايات اللي قاهره مد برلمانها ومؤسساتها الدستوريه، انا قاعد نقول عبارات ببال ما هي لائقه بالبرلمان ولا هي لائقه بالمجالس البلديه. شي من كتب الفرنسيه يقول لك عن برلمان بريمي، بريمي قاعد مد استهلاكي حق استهلاكي تنزرق. الصحافه يتعبد عبارات اللي فرفا تقول ما هي قبال انا ما نقدر نقول بريمي غير بعد نعرف انه من نوفمبر 2011 مجالسنا البلديه وبرلماناتنا حقيقة سنتين الحقة ظاهر لأنه قاعد لا حد من منظور قاعد لا من منظور بعد قاعد اقتصادي قاعد الخزينة بعد قاعد الوطنية الأو بعد قاعد ماديا شي من الناس اللي تقبل شي من الروايات بتقول قاعد هي ما تدارها بها اللي بتقول تعرفها ما تستحقها والشعب اللي راح تكلكل نهاري هذا بعطي الاستفراق هو اللي حقها ميزانية كبيرة ما هي مستحقة ها وقد يركب من الأطباء والمدارس ومن معناها ظاهر لي لأنه لان ما يخسر شي حد يحاول الناس تشارك كامله يا غير مولي ظاهر لانها الي تان لان الناس حقها تخطت في مرحله اخرى قاعد ظاهر لي لان عمقوا حتى التحليل اني قد ياسر قاعد تقرق نواكشوط هذا النهار هذا البيئة تقرق والبيئة تمثل بالماء والبيئة لقى الناس ما يصير بها شيء حق الناس الموتانيين هم عادوا رئاسه ووزارات وانتم التلفزيون والصحافه نحن الصحافه والمجتمع المدني كامل الناس كامله عاد ما عندهم الشغل الشاغل ما هو اخبار سياسه واخبار الحوار واخبار كود واخبار ماجوريتي كونسوليدي واخبار هاي ما هو خارج هاي اللي يخلق ذاك اللي يشارك اللي ما يشارك وبالتالي قاعد جات اسحاب وقابلتنا في قفله وجات كان في الناس ما يصير المشاريع الحقة التنمويه هاي قلت شويه شيماتيك والله شويه غير كاريكاتيرال غير الحقة لانه حتى تم اعمقته معناها انه الى تاهنا نعدل الانتخابات ونوحلوا في اخر اللي يحضر فيها سي تري بيان ويلا يحضر فيها واللي ما يحضر فيها مولي سي فريمون دوماج لانه يلا لا يوفروا الظروف اللي كان يحضر فيها. شكرا اوسي من المقابل انه يلا ياكي حد يحاول يفي بين اللي حفوا اللي يمكن ما يموت العيش ولا تفسد.
شيخ الرئيس، تعليقكم بالمشاركة. على كل حال أعتقد أن في بداية الحوار من أسباب اللي ربما أن الناس كاملة جاتوا بتحفظ، وأن ربما ما لا هي يوصل شيء، لأن حوار 2011 بين الأحزاب المعارضة المحاورة كان يوضع ككابح ربما باش نفهم فران، إذا أمام ذا اللي خلق ذاك النهار بالنسبة للحوار. إذا حتى إذا كانت المنسقية جات محمد الرئيس محمد المولود جاء ويديه مكبلة، فأيضا الوفد اللي جاي يمثل أيضا الأغلبية الرئاسية أيضا أيديهم اللي مكبلات، لأنه عنده التزامات، والرئيس بيجل سبق وأعلن أنهم لا يقبلون حوارا جديدا، وهذا ربما من الأسباب اللي جعلت عن ينقال له حوار، جاي تقول له حوار جاي تقول له مشاركة. إذن هذا من أجل التوضيح. كان مرجو أن جميع الأطراف تشارك تقدم تنازلات، ويقولوا أنها ربما بعض الناس سياسة تقول تنازلات مؤلمة، لأن في بعض الأوقات أن الإنسان يلا يقبل قرارات ما هي ممكة عنده، وربما مقبلته شيء الأخلاق، وربما مقبلته زقنين، غير يجبر نفسه مرغم على أنه يأخذها، لأن هذا وقتها، لأن لين ما يقبلها معناه أنه فاته. ولهذا حزب تواصل قالوا أنهم قرأوا الساحة السياسية وخرجوا بخلاصة، وهي كما شار الزميل صنيبة، كيف لا هي قعدوا 4 سنوات وهما في صحراء من التيه قاعدين في الدص، ما هم في مجلس بلدي، ما هم في برلمان، ما عندهم أي حضور سياسي. هذا حزب اتخذه معناه أنه عنده نفس طويل للمقاومة والصمود، واتخذوا هذا القرار حسب اللي قال لهم أنهم قرأوا اللحظة. هذا لفظ جميل، رئيس جميل، أنهم قرأوا اللحظة وعلى ضوء ذيك القراءة أنهم قرروا المشاركة. حزب اتحاد قوى التقدم هذا حزب دوما عنده شيء قال له المفاوضة، خذ وطالب، هذه هي سياستهم عبر مسيرتهم السياسية، هذا هو دوما ما هم من الناس اللي يرفضوا. ولهذا تلاحظ أنهم خلال الأنظمة كاملها الماضية دوما هما يعودوا عراب المفاوضات وعراب التواصل إلى توافقات بين السلطة وبقية الأحزاب السياسية. إذن حزب التكتل حزب كبير ومهم، وفيه ياسر من المناضلين اللي ناضل من 91 إلى يومنا هذا، وكان في اعتقادي أنهم يستخلصوا الدرس من مقاطعتهم في 91. مقاطعة 91 كانت ربما في نظر السياسيين والناس اللي حللوا الفكر السياسي أنها كانت خطأ سياسيا، أن السياسي هي السياسة يقول عنها فن الممكن، السياسة يقول لك أنا فن الممكن، والممكن لين يدرسوا الساحة السياسية الممكن في ذلك الوقت كانوا أنهم يشاركوا يحصلوا على ذلك اللي حصلوا عليه، والممكن الآن هو كان أن ينتزعوا أكثر ما يمكن من المكاسب ومن المطالب اللي تقدموا بها لدى السلطة. ولا شك أن غيابهم عن المشهد السياسي يمثل غياب كبير، وقطعا أنه يدور يعود يترك أثر، حد قال عنه لن يترك أثر على المشهد السياسي معناه أنه غير موضوعي، لا شك أنه سيترك أثر على المشهد السياسي، لكن هذا خيار تأخذ الحزب، وعلى الناس أنها تحترمهم خيارهم، وعلى كل حال فهو يعبر عن قناعة بعد أن مد عندها قناعة وتمسكت بها، ما هي الناس اللي تترحل من هون ومن هون. على كل حال قرار في اعتقادي أنا أنه ما هو سياسي والله ما هو يعني كان يمكن أن تكون أكثر
ليونة وأكثر مرونة، لكن ما دام قرارهم يحترم لهم هذا القرار. نفس السؤال لك. شكرا. تقول أنا كيف قلت قبل، كيف قال الرئيس، التواصل مشاركة ندرس، التواصل عنده دور كان كبير بمنسقية المعارضة لا تحرق الشيء ما هو بينا. وكي قال الرئيس انه انقطع حد له قوته من سنين 4 سنين حاول مقاضوا منين درسوا وتاكدوا ان بعض الاحزاب المنسقيه ما هو مشارك انتهزوا هم الفرصه يشاركوا ويتمسكوا ويقولوا احنا متمسكين في موقعنا في المنسقيه بلاصتنا المنسقيه. لكن اللي بقاطع مرقلين ولا هي زرقلين. كانت مشاركته ذكيه وانا نقول انها انتصار الاقلبيه اللي استجرزون بين المشاركه هو من اكبر الاحزاب اللي هي الاف بي اصلا مبنيه عليه الا المشاركه ما الى المقاطعه. والناس اللي ظرف متحمسه وتقول انها الاف بي ما هي مشاركه طاريه الاف بي ما هي مؤسسته طاريه اللي جايتها امس معناها الاف بي من نفسها مؤسسينها واقلبيتها دائما مع المشاركه ولا يدور ولا 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 بهم اللي ياسر واهتم هما دائما بيديه بمشاكل المواطنين والدفاع منقطعه رفده هي ما خالق اي مواطن يبقى رفده لان رفده اللي هي وزنها ولا شانها كيف قال الرئيس حزب من 92 يشارك وينظلم وينظلم 92 يشارك حزب قوي غير انا بعد رايي الشخصي ان مقاطعته هذا هي مقاطعته 91 مقاطعته هذا ان انتحار لا رد رايي انا الشخصي ان انتحار انتحار وانتصار الاقلبي اللي هي منين تشارك الانتخابات المعاهده المعاهده لا من احزاب المعارضه مولي عندك عن انتصار ما اودان هي تشارك ولا انتصار منين؟ بالطبيعي انه يشارك الاحزاب كامله انتصرت الاقلبيه منين تشارك المعاهده؟ منين تشارك المعاهده وتشارك ليف بي والتواصل هذا ما فوق انتصار شتي تدور هذا المعاهده احزاب معروفين وليف بي حزب معروف والتواصل معروف اليوم انه ما يقدر تحدي اتجاه هذا انا بعد محتسبه انه انتصار الاقلبيه اللي كانت الدور المشاركه وما يعني كيف قلت قبل الانتخابات عطشان عليها الشعب احنا ما نقدر نكمل ان ذا من الزمن 7 سنين البرلمان منتهي صلاحيات ويك بعضهم يعني لا والله بضطوك والله بضطوك وانتم ولا التاجيل صرنا ناجل صرنا ندور التاجيل الانتخابات الى انت الى انت احنا فترنا يا رب الانتخابات تخلي كيف الشفافه وانتهز هاي الفرصه الخالق بيان وحط البيان مخلو بيته يا الله السلطه تقبل بعين الاعتبار يا الله لا سين لا سين تعود مسؤول وتعود حياتي لا انا فقط زميل عندي كلمه واحده قلت لك ما اطول اخبار مشاركه التواصل هذه تواصل الله لان حد متبعون سياسيون للشان الوطني شان السياسي الوطني المحللون حد كي قال لك يعني انا شاطره زملاء الحزب فعلا فعال وحزب من اكثر الاحزاب قاع قايم بدوار الاحزاب اللي هو الحزب المولي سياسي حق عند احنا مولي هون وقاع الحزب اصلا تعريفه هو لانه تجمع من الناس مثلا عندهم افكار واحده ومبادئ متقاسمه وانهم يدوروا الوصول الى السلطه. غير مولي هكذا غير مولي ما ولا لوحده هو يلا يقول الحساب طبعا بعضها يعدلها غير ما هي قبال ما هي قبال فيزيبيليتي قبال برافو راسها. وانها ما عندها الا فقط عندها مولي نياس من الولايات الاخرى اللي عدلها فيها توعيه الشعب وفيها شنو القضايا الاجتماعيه وهذا يعني عود موضوعيين تواصل يعني عدلت بعض الرحلات داخل البلاد حكت الحوض بنقولوك وباسكن ولا كامل يقعد هي في واحده من هذه البلادات ملحق التواصل موجود
وموجود المدير ياسر وموجود المشاريع الاجتماعيه وموجود المحاضر السعيد ياسر بيئه اسلاميه كيف موريتانيا، ولكن له تاثيره وراه ولك بدو ذاك من اللي اعطى زخم سريع ومتسارع لهذا الحزب اللي هو اللي عنده نزعه اسلاميه معروفه. هذا من جهه هي استقراء فقط للجانب الوطني هون ظاهر للمولي ياك ما لكن حيطوا بالموت وقاع ان شاء الله ما خلاهم من الزملاء شيء غير ياك المولي يعطوه جانب اخر ظاهر للمولي ان حد لما يلا يغيب عنه حتى انه شوي في لاسو ريجيون المنطقه هنا فيها وشو هذا التيار الاسلامي اللي ايديولوجيا يعني هو اللي مرجعيه تواصلهم يعني شو مثلا لانه قد يعود مولي نجاح في تونس في المغرب اكتساح للساحه العربيه هنا فيها من محيطنا هنا فيها تشوف قد يعود ذاك مولي لا من الاسباب كاع ما اسباب مباشره يعني لا من اسباب مرجع التواصل مولي لا عنده شجاعه وعنده مثلا لانه مولي لا يشارك فيه اللي يختار لا يمشي دان زي لوجيك سوليوشنال يعني اللي هو ما هو مقطوع من جدر كيف الاحزاب كامله هون الاحزاب هون كامله كلها كانت اصلا قاع اللي له سنوات 20 سنه 20 سنه الاحزاب معروفه اصلا حزب تعود في الروس حزب في موريتاني عودوا مرجعيات من دون واحده وبالتالي عودهم تواصل عودهم جسر في الافكار وجسر في المعالجات وفي صور من التعاون على القضايا كامله الكبرى حتى مولي هون في لاس ريجيون اختار نقول لك لاني قد يعود لساحه الاسلاميه لساحه التونسيه والمغربيه والمصريه كامل يقولوا لا لهم واللي ما لهم يقولوا لهم واللي لا ما تشي برا لان التواصل هم اللي تشارك فيها تمشي دار لا لوجيك سو ريجيونال دي كوان ايديولوجيك اوكي العداء هذه الحركه الايديولوجيه اللي تمام يعني نرجع شوي عدد اللوائح اللي نطرح وهذا ما فات عاد شي رسمي قبال محكوم بريد غير حسب المعلومات الدوليه اللي بتنجم الاتحاد من الجمهوريه طارح 218 لائحه وتارب حزب التواصل 157 لائحة ويجي عقب ذاك لابي بي مسعود بن خير 130 لائحة والوئام 120 ودسيرسو 92 ودي اف بي 20 لائحة شنو قرايتكم لها؟ هاول المعلومات الأولى على كل حال هون نختار شوي نرجع لقضية الـ اف بي الـ اف بي كان حزب نخبة وهذا ربما اللي فسر الآن الأزمة اللي يعيش الآن الحزب كان حزب نخبة السنوات من بعد الانتخابات الرئاسية الماضية انفتح الحزب وانضمت له مجموعات لم تكن ما هي ايديولوجية إذا مواطنين عاديين أطر ناس إذا أصبح لابد أن يماشي قاعدة الشعبية الجديدة هذا مثلا الاعتبار يجب أخذه بين الاعتبار كما ايضا اشارك نفس الفكره اللي عبر عنها الاخ صحيبه وهي ان الاسلاميين ايضا يقرؤون المحيط الان التاثير الاسلامي خاصه تاثير حركه الاخوان المسلمين الان منتشره في العالم الاسلامي هم يحكمون الان في المغرب هم يحكمون الان في تونس مصر حكموها وقع عليهم الانقلاب العسكري في اليمن لهم تأثير كبير في السودان إذا هناك حركة إسلامية أيضا هذا يستمدون منها هواء يتنفسونه إذا هذا ما يعطيهم أيضا يدفعهم إلى أن يشاركوا ربما لماذا طموحهم أن يصلوا إلى السلطة أن يحصلوا على أغلبية إذا فمن حقهم على كل حال أن يسعوا إلى هذا الهدف أما بالنسبة لقراءة اللوائح التي قدمتم هذا من الطبيعي بالنسبة على كل حال الاتحاد من أجل الجمهورية 218 لائحة على المستوى الوطني هذا بالنسبة للبلديات هذا أمر عادي بالنسبة لحزب هو الحزب الحاكم في البلد وله ممثليات في كل على امتداد التراب الوطني على كل حال هذا أعتقد أنه ما هو شيء غريب ولا هو شيء مثلا يستغرب فهذا اعتقد على كل حال بالنسبه لي نعم الغريب هو انه التارب والتواصل تواصل 57 التواصل كانوا يشتغلون كما قال لك التواصل لم يكونوا غائبين على الساحه التواصل في خلال امتحانات البكالوريا كانوا يوزعون الماء والساندويتش على الناس جمعياتهم الخيرية تشتغل كشافتهم تنظم الشباب
عندما هذه الأيام الماضية عندما كانت نواكشوط غارقة في المياه كانوا شبابهم يوزعون المساعدات وكانوا مع الناس في مشاكلهم، إذن فلا غرابة أن يقدموا هذا، أن يأتوا في الدرجة الثانية بعد الحزب الحاكم. بالنسبة للأحزاب الأخرى أعتقد أن الحزب الموالي هو 130 لابيبي التحالف الشعبي، التحالف الشعبي، التحالف الشعبي حزب على كل حال مسعود له شعبية. الأحزاب هنا أيضا يجب أن نعود إلى التحالف الشعبي، ولا أريد أن أسيء، على كل حال له قاعدة شعبية تشتغل منذ العديد من السنوات، إذن فلا نستغرب، بل بالعكس أنا أعتقد أن كان يجب لابيبي أن يكون هو الذي يتبع الاتحاد ولهذا، لكن هذا يفسره أن بعض الانشقاقات التي وقعت في التحالف الشعبي وابتعاد بعد قياداته التاريخية وبعد أطره، ابتعاد عن الحزب وتأسيس ربما أحزاب أخرى أو منظمات أو الانضمام إلى أحزاب أخرى، هذا أيضا أثر على حركة على وضعية الحزب، كما أيضا أن انشغال الرئيس مسعود برئاسة البرلمان وبأنشطة سياسية كان على حساب الحزب، إذن فالحزب يدفع ضريبة، يدفع ضريبة وهي عدد اللوائح التي حزب الحراك، حزب الحراك اللي حزب جديد قريب من 100 لائحة. هذا على كل حال حزب الحراك شبابي، على كل حال هناك بعض يقول بعض المحللين أن ربما أن هذا حزب الحراك هذا قد يفاجئ الناس في خلال الانتخابات القادمة، وأن هذا قد يدخل في إطار تجديد الطبقة السياسية، وهذا ما يفسر على كل حال في شباب طموح ويشتغلون. على كل حال ليس مستغرب على كل حال أن يقدموا هذا العدد، وهذا يدخل على كل حال كما قلت لك ربما في إطار السعي، لأن هناك سعي أن الطبقة السياسية أن تجدد، وهذا ما يفسر ربما. كنت أستمع اليوم إلى أحد مسؤولي الاتحاد من الجمهورية أن في اللوائح التي قدمت أن الكثير من المرشحين هم يرشحون لأول مرة يتقدمون كمرشحين، إذن تم استبدال الطاقم القديم بطاقم جديد، وربما هذا يدخل في إطار تجديد الطبقة السياسية التي فعلا البلاد في حاجة إلى تجديد الطبقة السياسية. طيب سلام الله عليك، شنو قراءتك لهذه الأرقام؟ هؤلاء الأرقام أنا بالنسبة لي عودان اتحاد الجمهورية يطرح بي 218 هذا عادي، لأنه حزب قوي وزمن يشتغل وفي ياسر من الناس السياسيين اللي منضمين اللي مأسسين حزب قوي، وهذا عادي. أنا بالنسبة لي عادي التواصل 157 عادي عادي، التواصل اتفق مع زملائي أن التواصل موجود في كل البلاد، موجود في زمن رمضان في كل ولاية يفطر الناس وعنده منظمات تشتغل وتجي للناس في ديارها ويخشوا عليها ويجبروا مريضي ومجد عندهم شباب نشيط، وكيف في طنط الاتحاد من الجمهورية عند ياسر ملي هو من المبادرات والحركات وفطور الناس ومجد. ما يعني الحزب الثالث؟ التحالف ده اللي يدفع فاتورة، يدفع كيف قال الرئيس مسعود هو السبب كل شيء، لأن مسعود رئيس البرلمان في الواحد فيها لا المبادرات وشو سحب من البربص والساموري وعدل الحزب وجماعة كبرها مولانا عاد عند الحزب سحب نائبه عمر وليالي بهماش بملي التحالف البعض، وأنا بعد ماني هو اللي نقولها يقول قاع مسعود عاد المهم عنده لا رئيس البرلمان ويتم عدل المبادرات وأبيبي ذي الحزب العريق الكبير نساها قاع مات لوحده فهمت، وإلى عاد توازن عاد أنا قاع كنت بتوقع أن تعود هو قول يعني، لأن أكثر اليوم داخل انتشار منه كنت بتوقع تعود هو، بالنسبة لي عادي سابوزيون اللي فيها اللي توازن. كاترين الوئام الوئام
قوام كان يرضى يعود يوم متباعدين 130 120 هي كان يرضى يعود 130 الله يزيد عليه كان يرضى يرضى هذه مفاجاه انا بالنسبه لي كان يرضى يزيد اللي هو الوئام ما يعني الحرام كيف قال الرئيس الحرام الا روايه قالوا تجديد الطبقه السياسيه يقولوا هم الشباب الهدف وهذا مختلف مع الناس والله اللي زين عن تجديد الطبقه السياسيه الطبقه السياسيه تجديد تجديد الخطاب تجديد توجيه طيب رجاج ما 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 عنده مستوى ولا عنده خبره الشباب غرق عاد لكن خاص ما يقبل بك ما يقرا يدفع قايس الحراك يقول الشباب هذا الناس كامله غرق لا سمعت بالحراك والتجديد الطبقه السياسيه ودافع وذاهب لي انه يدور يجي بعيد ذا اللي ترد الناس ما هو تصور اللي ياسم الناس الطارحه فيه لا اللي في قاع اتحاد الجمهوريه دفع شهر الحراك واللي في قاع حكم ما رشح واللي ما فهم شيء ما عنده مبادئ ولا عنده ماذا انا بعد ماني متوقع منه مفاجاه اللي هو الحرام ماني متوقع ان التواصل دور جداز ينفوسون هذا توقع يعني الشخصي لان نشيطه وملي اصلا ما كانت ما اصلا ما دور اللي تخدم له مازال مستقبل بعيد بناء من عند الراس يخدموا الشيء بعيد شاهوا المنطقة كي قالوا زملاء تونس وفي الإسلاميين والمغرب هما المهم عندهم يحشدوا لماكسيمم مد البرلمان وذاهب لأنهم يدوروا يجبروا لكن لا هي يجبروا دوروا لا يجبروا شيء ما نقدر نقول لكنهم أنه ياسر يا غير يتم الاتحاد بعيد منه دوري يدور يسيطر على فعلا مسيطر على الواقع نعم انا بالنسبه لي اهل هذا 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 التخطيط بصفته هذه لا حكم لا حكم لا طبيعي لا طبيعي لان الحزب الحاكم يعود مرشح جميع جميع البلديات 100% يعني 100% اللي 216 اللي الشامي ومضيف الحواش عاد 218 لانه رشح موريتانيا كامله طبيعي موريتانيا دوله مخزنيه تقيمي تبقى لها الحكومة تبقى لها حزب الحاكم اللي يمشوا الأمور تجعلها تستعطب أكثر من الأحزاب الأخرى دونك طبيعي اللي مدة كامل خلاص ساسو والله بعد العنصر المهم فيه فضع اللي ترشح اللي قال لك حشت من الأموال ما يوفى أنا كنت فريق نهار هم بعض أنا أصلا دائما الاستفراق خلاص قالوا لي حزب فلاني رشح كذا 180 لائحه يعني خاصة هو اللي كذا قال 15 مليون ولا 15 مليون من لوكيه لا لديبو ديليس صقع على صورت الحملات اللي ينكرم موته واللي معناها انه كي يقولوا انتم الفرنسيين ان الفضاء في اللي هذا العقاع رشح يطلع من كامل دونك معناها الحزب الدولي ولا معناها ان الدوله تقبل من المخزن ما تقبل من التلفزيون الله بيسعد غير في ياسر من الناس رجال الاعمال يساعدوه ورجال الدويان حاضرين بارتو وبالتالي بلاصتهم هذه مستحقة متوقعة سي نورمال بالنسبة للتواصل المدي التواصل المدي التواصل المدي سي نورمال بين اللي كي قال العميد خذ القرار اللي قال به اللي حق بعض انهم خارجين الجهام بكاملة انا مدو انا واهل لانهم هو الحزب الوحيد والله بعد من اللي رار بارتي في موريتانيا اللي جهام بالحزبية كاملة قالوا معي الاعتبار ترى طيب حزب 90% من الشخصيات لا سياسي والله قاعد 99% واحد لا سياسي تيح لي سيكسيون وفيلفورو ولي فيدراسيون والجولات السياسيه والجهات الاخرى كامله مخليها هما وهذا قلت هو اللي اثر ايجابيا لحضورهم في الدوله ولانهم اللي استضافوا للجماهير ولانهم عاد حاضرين بشكل كامل معهم عدلين سياسي ومعدلين اجتماعي ومعدلين كل شيء هو نعرف هذا ازمه النقد لو لعبتوا بها واخذوا بيان الجميع مثلا حضورهم والناس عندهم وتات عاد هاي الاحياء الشعبيه من كامل جاي يملوته من الناس كامل هاي كانت من الامور عنده وقت للجماهير هاي صح من شويه خلينا نقتنع نضيفه بالنسبه لهذا الحزب المادي هاي الحزب الناس شامه فيها ريحه اللي قالوا الاسلام ونحن هون دوله اسلاميه وهاي قاعد يقول بيطلع لك ساعه مضيات المابي يعطي تاشيره للحزب الاسلامي المهدي موريتانيين شعب مسلم ولين يطلع الاسلام في قاعد يسمي الناس واش انه حد قاعد معز الحزب راه قاعد تخرب الدوله والله راه مخاوي دونك معناها انه مولي ذاك ذاك راه ولك فريد فلطان الناس من هاي الناس اللي عادي تقعد قاعد في تواصل
الهندي يقول لك هذا يسمع الناس يقول هذا اسلامي كذا شيء كيف تفهم معناها هذا ذاك مودي غير بعد اساسا يا ويلهم حسب وسط نواري حسب اني سافرت وشفتها وش تهم هم الواقع ما يقدر يضيفها تواصل مودي الظاهر لانها من الاحزاب مول تعكس تعكس مول يعني بطيئه كامله شنو تشوف التواصل قيادته اللي تشوف ممثله كامله واللي تشوف حضوره في السيت جنوب حضوره مثلا في الاست حضوره في يشوفوا لا براتيك ما متوازن دونك هذا كامل يجعل انه حقيقه هو والوئام مثلا انا ايش باص كي قال لك انه عاد مفاجئة عاد احزاب ما لهم شيء مكريين غير ظاهر لهم يدور يعقبوا ادو احزاب وقاعد ديجا احزاب مهمين غير يدور يعقبوا اللي تزداد اهميتهم يعني ديجا احزاب كلهم له سنتين ثلاث سنوات فات عاد قدر شي 130 لائحه 120 لائحه موريتانيه كامله هذا حقه وفات مبيعات الناس صارت خطاباتهم تخطبهم خطاباتهم وفيهم الظاهر لانهم لو يعقبوا ادو احزاب يحسب عليهم من الاحزاب الكبار اللي في موريتانيا هو قاعد في احزاب كبار كبار من ذاك بالنسبه للبي بي الظاهر لانها كي قالوا الزملاء وقتهما هي اساسا مشكلتها هو انها فما تياها مجموعه منها خالط مجموعه منها مولي خالط فيها زعامات كيف افكار احمد سالم فيها زعامات كيف ساموري مثلا ساموري ما ولا قاعد فقط سياسي نقابي مولي يعني نقول نقابي معناها انه ياش المجموعات العماليه تالبال وياسر منها وتقول مشات معاه شغل اللي جاس من الجانب السياسي مولي وبالتالي هذا نقدو شوي عدلو روايه شوي بسيطه هو ان ندور نقدو نخلصو لين المستقبل يعني يترشح لكن اللي عندهم من الاحزاب من اللوائح نقدو نضيفوه الى اللوائح لا بي بي ياك الراو لا بي بي حشم اللي كان حقيقي وبالتالي هاي 120 اللي 50 والله 70 لائحه هوك يقدر يجي في المرتبه الثانيه اللي هي الحق قبيلي هو مولي مستقبل ياسر هاي الجماهير العريضه تاع ياسر فيه يزاد مولي اسباب انا ما يعرفش عليها هنا فيها انتم تعرفوا اكثر مني انا والمشاهد من حق انه يعرف مولي اكثر مني بالنسبه للاخر ياك نوفو هذه يقول لك واحد فرنسي انا سي لانتي شامبر دي دي دي, دي بارتي ايتا ناس يقول لك احنا صحابه نجيبوا لك تقول الناس يتقاعد ما هو افكارنا احنا قال احنا نسمعوا الناس ونجيبوا لكم انتم هنا فيها تقول ونسمعوا لها من جديد مولي كمشاهدين ناس مواسيان للسيرسو هذا ومواسيان للبيد بارتي دوليتي ديفلوبمون انهم هذا سي دي بارتي افكتيفمون من فكره تجديد الطبقه السياسيه قايدينهم شباب محمد بارو من جهه وزيره غير مواسي الناس انها سي لانتي شامبر دي بوفوار الحد راكب عندها يراعي بعد في فم الرئاسه والله يراعي قريب من الرئيس ويراعي في الحزب الاخر ولا الوقت اللي يصف اللي يجي في لي بير ونين في عمل لي بير مال يصف ولا لا ويجي واحد منهم مساوي يجي للناس الاخرى وبالتالي دونك خطره من دوز مويريست ان بارتي يمكن يخلق يعني انه سرى بيان وقد يقول لا اكسبلكاسيون لا الناس مواسي عنه حد ينفقع ما يلا ينفقع حتى يعني قلت معارضه ينفقع بالشهر ويتم في انت شامل الوقت اللي عيط له يقول قريب ويجي يعني الطريقه جماعه ما قدوش اخبار الانتخابات اللي تكلمنا عن لجنه الوطن الانتخابات المستقله ندرى شنو صار فيكم انتم معنا عدم على انها عدم على انها ما قد تعدل اللي قالوا ان كونسنسيس عليها هي حقا كنتم انتم عالمين بالبيان اللي وخى حزب الاتحاد الشعبي على كل حال اعتقد ان اللجنه المستقله للانتخابات تعاني من ما نقول مع كامل الاحترام لاعضائها ولرئاستها وتكوينها اعتقد انها هيئه مهلهله ما هي قادة تمسك ثور من قرونه لأن ياسر من شيء متجاوزها وياسر من القرارات تتخذ وقع ما هي عالمة بها وهذا لا يليق بهيئة مكلفة بتسيير مسلسل انتخابي يعني مستقبل ديمقراطية في دولة هذا ضعف لاحظته الناس واحنا هون كما قال زميلنا صنيبه ان ننقل ما يدور في خلد الناس انطباعات الناس وهذا هو انطباع الناس عن اللجنه المستقله للانتخابات اليوم انها لجنه في حاجه الى ترميم يا لترمم هي كانها تقد تقوم بهذا الدور اللي مسند اليها وهو الحرص على ان هذا المسلسل الانتخابي يمر
بشروط مقبولة ما تطعن فيه الجهات المشاركة ويعود مقبول دوليا من طرف الناس اللي تراقب المسلسل الديمقراطي في موريتانيا. والبيان اللي أصدر كما قلت التحالف الشعبي أنهم غير مستعدين للتعامل مع هذه اللجنة، وهذا يدخل اللجنة في مأزق. هذا حزب مشارك ومن أهم الأحزاب أو المشاركة في هذا المسلسل، إذا كان غير مستعد أن يتعامل مع هذه اللجنة معنى أن هناك مشكلة، وهذه المشكلة على الناس اللي هم مسؤولين أنه يحاولوا عنهم يدرسوا ذي المشكلة ويحلوها قبل الانتخابات. إذا عادت له تعود في أجالها المقررة وفيه أطراف طيب راهي الناس قاعد قابلة أنها تشارك، أو أن ذي حلت مشكلة الإف بي وعاد مشارك وحل مشكلة، لكن له تبقى عندهم مجموعة من الاعتراضات، ومن ضمن الاعتراضات لا شك أن بعض منهم يدور يمشي مع الرئيس مسعود أو الحزب التحالف الشعبي في عدم استعداده للتعامل مع اللجنة المستقلة للانتخابات، وهذا على كل حال يطرح إشكالية. مثلا هنا ندور نعرف وجهة نظرك على عودنا على ما قدت الناس توافق كامل على هذه اللجنة. هذه اللجنة لا كيف الرئيس وكان ترمم أنا ملي وجهة نظري في هذه اللجنة. وانا تكلمت مع رئيس بيت الحاج انه قال لي ان اعضاها من مختارين من طرف عموما المحاولة ما فيها حد قيادتها ما هو موافقين لها. ظاهر لي اني اليوم شفت بها الرئيس بيجل مهدد من قطاعة الانتخابات الى لجنة ما التزمت بذاك اللي المهمة اللي وكلفت به، اذا ما تلتزم به انه يقد يقاطع الانتخابات اللي هو حزب الوعي معدل اليوم بها. انا ذهب لي ان هذه اللجنة كيف قال الرئيس احنا لا ننقلوا ذلك نسمعه، سمعنا في صالونات وسمعنا ان هذه اللجنة منين تنعرف الاحزاب المشاركة في ذي الانتخابات يا الله ترى انضموا لها اشخاص بوفاق من الاف بي ومن التواصل ومن الاحزاب اللي ما كانت جايه من المعارضه، وينتزاد مولي بحدين اخرين من الاقلبيه بتوافق بين الجميع، وتقبل مولي الدوله اللي هي الراعيه ذا كامل مسؤوليتها. اي حد انشكى منه من اللجنه يا الله يترد والله يعاقب اللجنة. كيف قال الرئيس الناس ما تلاقي قاع واضحة، أنا شفتها ولاني مع قولان إن متدخل الحد اللجنة مستقلة وعندها قيادتها مستقلة ولا يملي عليها حد، غير تقد تعود اللجنة من نفسها قيادتها ضعيفة حسب الناس بعض المراد الناس تكون قيادتها ضعيفة، والناس من المشات اللي اختارت وقبلت مشات الولايات انها لا يخص ترميم لا يخص تنزات لا يخص تنزات. لا منين تنقبل ينضموا لها اشخاص من الاحزاب المشاركه في الانتخابات رد من اجل رضوانها والاحزاب اللي شاركوا والناس اللي كانت من الاقلبيه ومن المعاهده ومن المعارضه المؤسسه المعارضه اللي جات ينضموا لها رواقيش يقد ولا يصلح، وعاقب ذا الدوله تقبل تتحمل مسؤوليتها ويغتير رقاش منها عدل شيء ما هو صالح والله خالف القانون يعاقب امام العالم كامل وامام الراي العام. اذا انا مولي لهنا كفريه لهذه اللجنه المستقله للوقاره اخترته اتذكر لانها كاع الديمقراطيات العريقه الديمقراطيات الطبيعيه بين قوسين مع خالف السن هي ثاني هذه مؤسسه استثنائيه آلية استثنائية معادلة دول افريقيا الدول بعض هذه اللي ديمقراطية ما يعصخها فيها حتى. لماذا نقول وياك فقط نقول انها هي على ستعود تتسم باكبر كم من الشفافية ومن الحيادية هي اللي هي معادلة لها اللي هي تحكم بين هذه الفرقاء السياسية، وبالتالي على تعود مكونة بطريقة فريمون تضمن اكبر حيادية ممكنة.
صار تسمع قاع ما يخالف طبعا كبار حياديه ممكن المكونه من هاي اللجنه الجايه وانا اللي تسمع نعرف حد منها من رئيس نعرف نعرف حد من اعضائها نعرف هذيك نعرف ما كذا نعرف هذيك ما نقد مثلا نزكي والله ما نزكي غير سمعت ثقات سياسيين من اللي كانوا هون بينهم رئيس بيجل وبينهم قالوا انها بعد قالوا رئيس الحكومه منها انها مكونه من خيره انهاء البلد لان الطريقه اللي اختيروا بها مولي هذول الناس انها كانت طريقه تضمن انهم يعودوا حياديين ويعودوا كذا قال الله هذه القضيه جات عقب ذلك باكتتاب لجانها الفرعيه باكتتاب حتى قاع عمالها على مستواها المركزي هون كامل خلص في خلبطه ودخلوا في ماده احنا الموريتان ينين حكما ثلاثه مولي اللجنه من شي من الناس اللي في شي حكام قديمين في شي بوليس قديمه في شي قرايه قديمه في شي سياسيه قديمه في بعض متمرس في هذه القاوله الافراد طبعا سبيسياليزم الافراد صراحه وبالتالي كان طبيعي ان الاحزاب اللي هي متشاركه تنخلع من هذا النوع من الناس اللي دابور ما هو شارك ديران وكان المفروض انتم عظام انتخاب امتحانات تقبل مثلا الحين بعض المراكز تقبلوها عن طريق امتحانات تيست بوستيلاسيون تجيها الناس الولايات الخامسه تقبلوها عن طريق اخرى تلقى عليهم الاحزاب كامله بيلي وانجي ولي جوار يلا يتفقوا لي لاقي ديجي على قواعد اللعبه يلا كامل متفقين عليها ما يلا يعد بطريقه هادية وبطريقه تم الناس لا متحفظه للاكل اللي يخرج فيها اذا ثلاث من هذه تقول لك هذا من شيء كل شيء اخر الله اللي لنها 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 مدي فهماتي قادر من قدر من قلت انها هي قافوا كي قال لك لتورو بالي كور كي قال لك هاي العباره مهمه انها هي من راسها ما جات مولي جات قابل مسؤولياتها كامله غير منقوصه وقعد دونها ولا خلات حد يسوى من هو يدخل فيها وجاب الاخر مولي عيال الدوله مولي جهاز قاعد بالضبط تنفيذي مولي يصدر منه تصريحات طرف على اعلى مستوى مولي تشكك في استقلاليه ومصداقيه اللجنه كلي انت ليك رئيس الجمهوريه في النعمه يقول لك انتخابات اللي عاد تؤجل لله باسبوعين ثلاثه وهذا المفروض انه صلاحيات لا سيني هذا الحق اذا قامت بالدخره مثلا وشكت في استقلاليه لاسيني وهذا مثلا ما طبيعي دوك معناها لان لكن القضاء انت قلت مثلا وتقول تدخل لكن القضاء اكثر مثلا قضاء مستقيل القاضي يحكم سلون سا كونسيونس انت مثلا وزير العدل ولا الرئيس ولا شيء تنتر في عرف القضايا اي حد قال القضاء ما هو مستقل من يؤذ لك وبالتالي انا واحد لانه نقص من براندر عبارة كور القضيه يقول بعدها كان مولي لا يقعد حد لا يشوفه ويعيد يساق سياقتها والله يضيف لها واحدين اخرين والله يقلع منها واحدين والله شي كيف ينقل مثلا هذه لانها اذا الحلقه ما تنهي اسم الوقت اذا لان نختار نعرف وجهه نظركم السيد الرئيس على عودان تمديد هذا الرافل لحسان اداره ذات الانتخاب قبل ان نجاوب لسؤالكم هذا لابد ان اشير اني انا هذا اعضاء اللجنه ما نعرف المستقله ما نعرف منها رجاج اسوى من هو لا رئيسها لا اعضائها لكن الناس نسمع باسمائهم ولا نعرف ممارساتهم لكن هذا ما يقال وما يتداول لدى الراي العام الموريتاني واضح اذا معناه هون حتى لا ليست لدي معرفه ولا لكن انقل بكل امانه وجهه نظر وهذا هو على كل حال هو اللي يتداول وكما قال الزميل عدن صايبه بالنسبه لتمديد الانتخابات اعتقد ان تمديد الاجال اعتقد ان تمديد الاجال الاحصاء 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 اعتقد ان الاحصاء تمديده امر ضروري لان لو ما كان في هناك خلل في قضية الإحصاء الانتخابي تعود ما تجندت الحكومة بوزرائها وانتقلت إلى جميع موريتانيا من أجل تحفيز الناس وطلب من الناس أن المشاركة في الإحصاء الانتخابي لأن في حقيقة الأمر أن الناس فترت وأصيبت بملل ذا شنو هو نتيجة علينا هذا ذا شنو نتيجته علينا ليه نظلوا واقفين في الشماس نظلوا في طوابير نظلوا ذا كامل في النهاية شنو هو علينا ليش في النهاية ليش ينفرض علينا رقاج
ما احنا ما لنا منتخبينه ولا وسولنا عن دياره. اذا هذا راي الناس راه والراي العام مصاب باحباط، وهذا الاحباط هو اللي سبب ربما في اعتقادي ان الناس ما كان فيهم اقبال على التسجيل في الاحصاء الانتخابي. والان على كل حال لوحظ لاني انا مشيت نسجل، سجلت هون في استاد هذا الاولمبيك، النهار اللي جيت ما جبرت ولا رقاج واحد ولا رقاج واحد، كنت انا الوحيد اللي في المركز من اجل التسجيل. معناها ان الناس ما عندها استعداد، وفهم اللي ايضا الظروف اللي جات ايضا هذه ظروف الخريف وهذه ايضا لعبت دور ان الناس قاعد تقول ما عندها اهتمام كبير. وهذا على كل حال التمديد شيء محمود وايجابي، ونرجو انه اضافه لهذه الحمله التحفيز اللي عدلت الحكومه خلال الاسبوع الماضي انها تؤتي اكلها، وان ان شاء الله ان تعود اكبر عدد مسجلين في الاحصاء ان شاء الله يكون مشارك. انا مولي لا هنا نعود كيف الرئيس مختار نقول ان اللجنه اعضاء الحكماء اللي اختاروا اصلا ما نعرف غير اللي ننقد واللي نقول هذا اللي نسمع في مبديه وفي صالونها، ان اللجنه حكماها اصلا مد لباس يا غير عيت نسمع وينو كان الحد حتى سرق مراقب من الحبس انه دخل اللجنه. هذا اللي يقول جاسم ما اسمه صابي نسمع ان اللجنه ما قط حد ملي وجرد من منصبه وما ندار به، هذا تحملوا هم قياده المسؤوليه، وان هذا ياسم الناس دخلها من دون امتحان ومن دون شيء، وهذا ادي اولى انا اعرف لا نسمع، انا ننقل لا ذا اللي نسمع ما يعني تمديد الاحصاء ايجابي، وانا انتهز هذه الفرصه مبارك من هذا الحر ناشد الموريتاني من ما مسجلين ولا عبد العزيز ولا الولدات ده ولا المولود ولا جميل منصور مسجلين، يا الله يسجلوا الروس يا الله تنا موريتاني مصلحتي موريتاني ديروا هذا كل شيء، ولا انتم ولا مقفول الى نواكشو ونصكوا كيف قال سني بقبي جاتنا السحاب لا هي بدنا السيل وحنا نصكوا ما لنا مارقين منهم ما منا نمرقوا نواكشو. طيب شكرا على كان لك زملائي زاد عرفنا هذا التمديد كان مهم كان مفصول فيه باللي كاع الاحصاء طاب الانتخابي الحق هون قريب كاع قريب يا لك رئيس الناس ما يشريتوا انا مثلا الشحر مشيت واحد مكاتب قال يعني ولا كل قال لك الصوره قال لك ذي ذي انا قاعد مره خارج مكتب في سوني ماكس في سوني ماكس مكتب المعرض اللي جيته نهار لقينا حقت هلو قاعدين تحت المكتب فوق وعندهم صندوق هاي اللي مكتوب عليه سيني سولتهم بعض قالوا احنا المكتب قالوا فوق قالوا لي احنا لنا ساعتين ما جانا حد والنهار قالوا لي معدل النهار الفوقاني وطح الرجال 14 قرصان وانا غير نتكلم لك سجل وانا مثل فداك سجل لا وانا مثل فداك طبعا المكتب جيتو فيها طفل التلفه حدها يعني هو يعطي ذكرتي سجلتني لا قطعا مع احد غير كي قال لك كي قال الرئيس قطعا ليك حملات تحسيس اللي خلقت طاع الدفع تبعت من الوتيره وعاد التسجيل لباس لي اهم قضيه اختار نقولها اخيرا شنو هو التسجيل يطلب كراندي هاي جديدة اسمها بابا الهوية هذا مولي قال تعرف الدولة انه راه هو من الاسباب اللي جعلت الناس فيها كاع شيء ما عنده كاع تبيل ما قبلها كاع هي راهي مطروحة كاع ما قبلها هي ذيك الهوية ما عنده شفتوا المجتمع الموريتاني هذا كيف تعرفوا كاملين 90% منه فقير ويعني اسر في خمسة رواقيش 5000 ريال شحال يدفعها كي قلت ما يعرف شنو هو ولا يعرف شنو نتيجته لي ولا مهم عنده وعي سياسي ما هو خارج ولا الوعي المدني بالنسبة لهم هذا ما هو وبالتالي يعني ظاهر لان الدوله فكر في ذلك لا اما تقلع عنها الى الهويه تلقيها كاع نهائيا ولا تخفف هياك ما تجيبش الممارسات اللي يعني مثلا اذا في نهايه البرنامج المتقالي نشكر عبد الرحمن الحرمان ونشكر محمد السالم الرهيبه والصنيبي اللي مشاركتهم في البرنامج والى اللقاء